يبقى اذا كانت رايح رحال ورج او رايحه للمسؤولين ورج ممضي، يبقى يجيب الناس اللي هي مضت دي ويشوف دي مضيتهم ولا مش مضيتهم. احنا السيد الرئيس والله املنا فيه كتير من ساعه ما مسك، بس في حاجات تانية ممكن تكون حاصله من ورا ظهره. فاحنا بنقول للسيد الرئيس احنا ما وصلناش اي تعويض ولا فيه طرق عدل. يمكن حضرتك انت مشيت على الطرق، ما فيش طرق عدل حتى بتاع تمشي عليه، فقال ده احنا جوه تاني تحت. انا على استعداد ان امشي مع حضرتك على العربيه اللي مع حضرتك 9 كيلو. ظلومه الاطفال دي لما تنظلم دي ظلومه. يقول لك انتوا، طب انتوا عايشين هنا ليه؟ احنا ربنا خلقنا فلاحين، مالناش مهنة تاني غير ان احنا ربنا خلقنا فلاحين. والله ما نبتنا ولا حاجه، ما انا ولا اولادي. انا معي 3، احلفش على اولادي حرام. وبنتي اولادي دول ما خدوش ولا حاجه. قلت تعالوا يوم احدى ردوا لك عاطينا بيت واحد يا باشا، هقعد به انا والرجل الكبير اللي عامل عمليه ولا يقعد اولادي. وارض من جوه عشان ما اقولكش ان هم مش قاعدين، مش حد، لا احنا قاعدين وزارعين. بص حضرتك، بص بقول لك تمضي على العفش ابو ده. والبوتاجاز بعته والبيع كله مكسر، بقيت المطبخ التاني اهو في الارض ورا حضرتك اهو. احنا طلعنا من هنا كده، طلعنا من هنا طلعنا فوق، استخبينا من الميه. قالوا هنعمل لكم شقق والكلام ده كله، عملوا شقق وشقق جميله وتمام وكل حاجه تمام ماشي. بس حاليا دلوقتي احنا 4 اسر، وانا مقدم ورق بالكلام ده ان احنا 4 اسر، كل واحد اسرته بيخص نفسه، يعني احنا 4 اخوات وجيران ماشي. وانا مقدم في رئيس مجلس المدينه والجماعه دول ورق كل واحد بارضه وتمام. قال لك لا، انتوا مثلا 4 اخوات هتستلموا شقه واحده بس ماشي، وهتيجي وهيجي هيزل لك ايه البيوت اللي عندك تحت.